بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقى والصلاح، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين والناس، وأن يوفقنا لطاعته ورضاه، فإن ربنا هو الجواد الكريم، وإن ربنا هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ما من شك أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة، وأن أعظم تلك النعم بعد نعمة الإيجاد هي نعمة الهداية للإسلام. هذه النعمة العظيمة التي شرح الله عز وجل بها الصدور، وأنار بها القلوب، واستقامت بها الجوارح، ويعيش الإنسان في هذه الدنيا وفق مراد ربه الذي خلقه، فهذه من أعظم النعم، لأن الذي خلقك وسخر لك ما على ظهر هذه الأرض جعل لك غاية لأجلها خلقت، أخبرك بها وعلمك إياها، وذكرك بأنه صاحب الحق الأوحد أن يحدد لك هذه الغاية. أليس هو الذي خلقك وأوجدك من العدم؟ أليس هو العليم والأعلم بك وبما يصلحك؟ أليس هو سبحانه وتعالى الحكيم واللطيف الخبير العليم ببواطن الأمور وظواهرها وأوائلها وأواخرها؟ أليس هو أرحم الراحمين ورحمن الدنيا والآخرة؟ فهذا الخلاق العليم الحكيم اللطيف الرحمن، والذي عرفك بأسمائه الحسنى ويخبرك بأنه هو صاحب الحق أن يحدد لك غاية وجودك، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجعل ما في هذا الكون من مخلوقات موردا لك، فالعلاقة فيما بينها وبينك علاقة التسخير، لأن الله عز وجل سخرها لك، كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم مخبرا عن هذا التسخير:
فهذه النعم وهذه المخلوقات خلقت مسخرة للمخلوق المكرم الذي هو الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، وجعلت أنت مورداً لأمر عظيم، مورداً لوحي السماء، فأنت المورد لذلك الوحي، فالإنسان مقصود رسالات السماء، فما أنزل الله عز وجل الكتب وما أرسل الرسل إلا والمقصود بها أنت أيها الإنسان. وخلق لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً، خلق لهذا الإنسان. والإخبار عن تكريم الإنسان في القرآن شأنه عظيم، فالله عز وجل أخبر في القرآن أن هذا المخلوق المكرم الذي هو الإنسان خلق أصله بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة وأسكنه جنته. هذا في شأن الأصل لهذا المخلوق وهو الأب آدم عليه السلام. وأخبر عن تكريم الفرع بأن نسبه إلى الأصل، فخاطبه منتمياً منتسباً إلى أصله المكرم، فكم نجد في القرآن والله يخاطبنا بقوله عز وجل يا بني آدم، والنسبة إلى المكرم تكريم. وأيضاً نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى عندما أهبط آدم إلى الأرض فعناية الله ورحمة الله لم تفارق هذا المخلوق حال نزوله إلى هذه الدنيا، فنزل مغفوراً ذنبه، فالله عز وجل تاب عليه من خطيئته، ونزل مهدياً بهدى الله كما قال الله عز وجل فتاب عليه ثم هدى، فنزل والله عز وجل أحاطه بهاتين النعمتين، نعمة المغفرة والتوبة من خطيئة بدرت منه، ونعمة الهداية. فكان المخلوق الأول لمن تأمل في خبره وقصته، قصة الصدق والحق في القرآن العظيم، أن هذا المخلوق مهدياً بهدى الله، معلم بتعليم الله، أنعم الله عليه فخلق زوجه منه، فكان هو وزوجه ثم ذريتهما مثلوا أمة مجتمعة على الهدى والحق كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. فتبين لنا خلال ذلك أن الأصل في بني آدم على ظهر الأرض الأصل فيهم الإيمان لا الكفر، والأصل في بني آدم على ظهر الأرض الاجتماع للافتراق،
والأصل في بني آدم على ظهر الأرض أن هذا الإنسان مخلوق معلم وليس بجاهل، والأصل في تعليم هذا الإنسان أن الله عز وجل هو الذي تكفل بذلك بالنسبة له، وعليه فالكفر طارئ على بني آدم، وعليه أيضاً أن الافتراق طارئ على بني آدم، وترتب عليه أيضاً أن تعليم الإنسان للإنسان بدون وحي السماء طارئ على بني آدم، إذ دلت قصة آدم عليه السلام على تلك الحقائق العظيمة. فليس الأصل في وجود هذا الإنسان على ظهر الأرض ابتداءً الكفر أو الافتراق أو الجهل أو تعدي بعضه على بعض، وإنما الأصل هو ذاك الأمر الذي ذكره الله في كتابه عن آدم عليه السلام وعن ولده، وأخبر بأنهم كانوا أمة واحدة، وكما جاء في خبر ابن عباس أن خصمهم هو إبليس سعى في تغيير تلك الأصول الأولى، فأراد أن ينقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان، من أصلي إلى طارئ، وأراد أن ينقلهم من الاجتماع إلى الافتراق، وأراد أن ينقلهم من تلقي العلم والمعرفة من وحي السماء إلى أن يتلقى الإنسان ممن هو مثله في محدودية المعرفة والعلم وإدراك الحقيقة والحقائق. فبعد 10 قرون تمكن هذا الخصم وأحدث شيئاً من التغيير في ذاك النموذج الأول الذي كان عليه آدم وزوجه وولده. فعندما حصل ذلك أخبرنا الله كيف كانت معاملته جل جلاله مع هذا المخلوق المكرم بعد أن تمكن خصمه منه وأخذ بعض أفراده وأخرجهم عن الأمر الأصلي وأدخلهم في أمر طارئ. فعندما حصل ذلك بعث الله النبيين وأرسل الرسل، والمقصود واحد، هو أن يعالجوا ما طرأ وأن يعيدوا الناس إلى الأمر الأصلي. فإن كان الكفر طارئ إذن فالعلاج إرجاع الناس إلى الإيمان الأصلي، وإن كان الافتراق طارئ فإرجاع الناس إلى الاجتماع الأصلي، وإن كان تعدي الإنسان على الإنسان بالافتئات فبإرجاعه إلى أن يتلقى من وحي السماء، وأن هذا هو التكريم له والخير في ذلك. وهكذا ما دام هذا الأمر الطارئ موجود في بني آدم فكانت الأنبياء والرسل يبعثها الله عز وجل في الناس، حتى كانوا ذاك العدد الكبير في 70 أمة تتابعت على ظهر الأرض، كانت هذه الأمة المحمدية هي الأمة الخاتمة، وكان هذا الكتاب هو الكتاب الخاتم، وكان هذا الرسول هو الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. وأبقى الله عز وجل
في مكان مبعث النبي الخاتم ومحل نزول الكتاب الخاتم وبداية تكوين الأمة الخاتمة، أبقى الله عز وجل أيضاً من الآيات ما يذكرها بمن سبق من الأنبياء. ففي هذا البيت العتيق وفي هذا المسجد الحرام أعظم الآيات البينات المادية الدالة على الأنبياء. فهذه الكعبة الشريفة آية، والحجر الذي في ركنها آية، ومقام إبراهيم آية، كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ففي هذا البيت هذه الآيات المباركات المادية الدالة على الأنبياء، فهذا المقام وذاك الأثر الذي فيه يدل على الخليل إبراهيم عليه السلام رافع قواعد البيت ومطهر فناء الكعبة وواضع حد الحرم والمؤذن في الناس بالحج، ومن حج هذا البيت وعلمه الله المناسك، ومن دعا لهذه الأمة أن يبعث الله عز وجل فيها رسولا، ومن دعا لهذا البلد بالأمن، فهذا البيت دل على ذاك الإمام الذي اصطفاه الله واختاره ليكون للناس إماما، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ثم يقول جل جلاله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذن هذا البيت فيه من الآيات البينات ما يدل على الأنبياء، فهذه دلالته على الخليل إبراهيم عليه السلام. وجاءت السنة لتدل على علاقة هذا البيت العتيق بالأنبياء أيضا، فيخبرنا عليه الصلاة والسلام عن وفود الأنبياء حجاجا إلى هذا البيت العتيق، فأخبرنا عن كليم الله موسى عليه السلام أنه حج البيت، وأخبرنا أن يونس بن متى حج البيت، وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد الخبر عنه صلى الله عليه وسلم بحج صالح وهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي عسفان فقال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: كأني بهود وصالح على بكرات وهم يؤمون الحج وهم يؤمون المسجد الحرام ملبين. وقال ابن إسحاق: ما من نبي إلا حج البيت. فالآية المعجزة التي أبقاها الله عز وجل للأنبياء
تصديقا بوجودهم وتصديقا بنبوتهم كآية مادية هو هذا البيت وما أبقاه الله عز وجل حوله من الآيات البينات. فلذلك قال الله فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن. فهذا الإنسان وهذا المخلوق المكرم أنى للإنسان أن يجد كتاباً يخبر بالحق ويقول الحق ويخبره عن مكانته وكرامته ومنزلته أعظم من هذا الكتاب القرآن العظيم؟ أنى للإنسان أن يجد كتاباً يخبره عن تاريخه وعن أصله وعن بدايته إخبار حق وصدق كما يجد في هذا الكتاب القرآن العظيم؟ فلذلك كتاب الله عز وجل كتاب الهدى، وهذه غايته التي لأجلها أنزله الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الكتاب هدى. وأخبرنا عن طبيعته فهو روح وهو نور كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وندرك من كلمة الروح ونحن ينظر الإنسان إلى ذاته، فبوجود الروح أنت الإنسان الحي، وبخروج الروح فهو الإنسان الميت، وبوجود النور فأنت الإنسان الذي تبصر الطريق، وبفقد النور ووجود الظلمة فأنت الإنسان الذي لا تعرف طريقك في سيرك. فالقرآن روح والقرآن نور، فمن فقد الروح مات، ومن فقد النور لا يبصر الأشياء، ومن لم يقم علاقته بالقرآن أنى له أن يكون حيا وأنى له أن يكون مبصرا، بل إنما هو الميت وإنما هو الأعمى كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه الكريم. ومن هنا فالعلاقة مع هذا الكتاب أمر لازم، ولكن كيف تكون هذه العلاقة مع هذا الكتاب على طريق صحيح؟ وكيف تقيم صلتك بهذا القرآن على منهج مستقيم؟ لقد علمنا الله عز وجل ذلك، وفهمنا من خلال آيات القرآن أننا إن قمنا بأربعة أعمال مع القرآن أقمنا العلاقة الصحيحة مع هذا الكتاب، وعندها يكون هذا الكتاب لنا روح فنكون أحياء، وعندها يكون هذا الكتاب لنا نور فنكون مبصرين لحقائق الأشياء. وهذه الأمور الأربعة التي بها تتحقق العلاقة الصحيحة فيما بين المسلم وكتاب ربه أولها يتكون من ثلاثة أعمال،
أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن وأن تسمع القرآن، أن تقرأ أول ما نزل من كتاب ربنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. وقال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه. فهذا العمل الأول أن تقرأ، أن تقرأ القرآن ولا تهجر القرآن. العمل الثاني من الأمر الأول أن تسمع القرآن، فالله عز وجل أمرنا بالسماع، أمرنا بالسماع. وكذلك الإسماع، فالله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أن تسمع غيرك القرآن. وجعل الله عز وجل إحدى الغايات الأربع التي لأجلها بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أن يسمع الناس القرآن. قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فأول غاية من الغايات الأربع لبعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أن يسمع الناس آيات القرآن. إذن هذه أمور ثلاثة، أن تقرأ، أن تسمع، أن تسمع القرآن. وهذه الثلاثة الأعمال هي الأمر الأول في العلاقة فيما بينك وبين القرآن. الأمر الثاني بعد أن أديت هذه الأعمال المطلوب منك عندما قرأت وعندما سمعت وعندما أسمعت أن تعمل عقلك تتدبر آيات القرآن لتفهم مراد الله. والله أمرك بهذا. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله أنزل هذا القرآن ليتدبره هذا الإنسان القارئ والسامع والمسمع. والله عاتب من لم يتدبر، فقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عتاب لمن لم يعمل هذه الآية العظيمة المبهرة التي كرمك الله بها عن كثير من المخلوقات وهي نعمة العقل أوجدها الله فيك ليكون الثمرة العظمى لهذه الآية هي أن تتدبر كلام الله. فإذا هذا الأمر الثاني الذي به تحسن علاقتك بالقرآن أنك تقرأ متدبرا لتفهم ماذا أراد الله عز وجل من الآية التي قرأت. فإذا حققت الأول والثاني وفهمت المراد وأدركت ما أراده الله
فيأتي الأمر الثالث وهو الإيمان واليقين، أن الله عز وجل هو الحق ولا يقول إلا الحق، فتتعامل مع ما جاء به القرآن أنه الحق الذي لا مرية فيه، فتتعامل معه بهذا اليقين والقبول والرضا، ولا يمكن أن يرد على مؤمن أي شك أو شبهة في أمر أخبر الله عز وجل عنه، الإيمان واليقين. فإذا حققت الأمر الثالث انتقلت إلى الرابع، وهذا دليل الصدق، وأنك حققت الأمور الثلاثة، وهو أنك تخضع وتنقاد لما أمر الله عز وجل به في القرآن ونهى عنه. فإذا أنت الذي تقرأ القرآن وتسمع القرآن وتسمع القرآن، وأنت الذي تعمل عقلك تدبراً لآيات القرآن، وأنت الذي تتيقن ما جاء في القرآن من خبره وتشريعه ووعده ووعيده وقصصه وغيبه وشهادته، تتعامل مع ذلك كله باليقين، وأنت الذي تخضع لأوامره ونواهيه. فمن حقق ذلك؟ فهذا الذي أقام العلاقة الصحيحة فيما بينه وبين هذا الكتاب العظيم القرآن، وعندها يكون أخرج نفسه من الهاجرين لهذا القرآن، وأدخل نفسه في تلك الضمانة العظيمة التي أعلنها القرآن. وما هي الضمانة التي أعلنها القرآن؟ قال الله عز وجل في البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اتبع هدى الله لا يكون خائفا في الدنيا ولا يكون حزينا في الأخرى، ومن اتبع هدى الله أيضا وفق الضمانة المعلنة لا يكون شقيا في الأخرى ولا يكون ضالا في الدنيا. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقلنا أن هذا الكتاب رسالته ماذا؟ الهدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فإذا من اتبع هذا الهدى وفق تلك الأمور الأربعة أدخل نفسه في تلك الضمانة المعلنة، فالله ضامن، الله ضامن لمن اتبع هداه أنه لا يكون ضالا في الدنيا ولا يكون شقيا في الأخرى، والله ضامن لمن اتبع هداه أنه لا يكون خائفا في الدنيا ولا حزينا في الأخرى.
فهذا الكتاب العظيم وهذا القرآن الذي الله سبحانه وتعالى أكرم به هذا الإنسان وأكرم به هذه الأمة، ففي هذا الكتاب ذكرها وعلو شأنها ومكانتها عند الله عز وجل، فمن هنا المؤمن لا يمكن أن يكون هاجراً لهذا الكتاب، ولا يكون حاله وشأنه ووضعه على خلاف ما جاء في هذا الكتاب، بل هو قريب منه، قائم بهذه الحقوق التي بينها الله عز وجل في كتابه وأرشد إليها أهل الحق. وطلب الهدى شأنه عظيم، ولذلك الدعاء الواجب الوحيد الذي أوجبه الله عز وجل على العباد أن يسألوه ربهم عز وجل هو طلب الهدى. ولذلك الله عز وجل شرع الصلاة وهي فرض عين، والركن الرئيس في كل ركعة قراءة الفاتحة، وسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، تضمنت دعاء واحدا: اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهدى. فمن يوم أن يبدأ الإنسان يصلي من سن التمييز وهو يكرر هذا الدعاء إلى أن يفارق الدنيا، وفي كل يوم على أقل تقدير 17 مرة وهو يناجي ربه في الصلاة قائلاً: اهدنا الصراط المستقيم. فلو كان هناك دعاء هو أهم وأنفع للإنسان لفرضه الله عليه. ونجد سبحان الله أيضا الأمر العجيب، فالإنسان يقرأ الفاتحة ويسأل ربه عز وجل الهدى ويأتيه الجواب مباشرة، ما أن ينتهي من سورة الفاتحة إلا ويأتيه الجواب أين سيجد الهدى، فهو يقول: اهدنا الصراط المستقيم، ويجد بعد ذلك ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طلبتم الهدى، إن كنتم صادقين في طلبه فإنكم واجدي في هذا الكتاب الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب الهدى، ولذلك الإنسان يحاسب نفسه: أين أنت من كتاب الله؟ أين موقفك من هذا القرآن؟ كم يقرأ، كم تقرأ منه؟ كم تتعلم، كم تدارس، كم تعلم، كم تتدبر، كم الوقت الذي تقضيه لتدبر آيات القرآن؟ كم تحاسب نفسك وأعمالك على ما جاء في القرآن؟
يقول حاتم الأصم، يقول: نظرت إلى الناس فوجدت أن كل واحد منهم اتخذ لنفسه عدوا. قال: قلت يا حاتم، من عدوك؟ قال: رجعت إلى كتاب ربي. بدأ يقرأ القرآن ليعلمه القرآن من هو عدو. قال: فرجعت إلى كتاب ربي فوجدت فيه أنه ليس من أخذ مالي عدوي، وليس من ضربني عدوي، وليس من شتمني عدوي. طيب من عدوك في القرآن؟ قال: وجدت فيه أن عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن ينقلني منها إلى معصية الله، وذاك عدو الله إبليس، فاتخذته عدوا. والله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا هكذا فهم السلف رحمة الله عليهم الموقف الصحيح من القرآن، فإذا عن الأمر لهم رجعوا إلى كتاب ربهم، يقرؤون ويبحثون عن حاجتهم، ماذا قال الله عز وجل فيها وماذا أخبر عنها، ويبحثون عن البيان الذي أكرمت به هذه الأمة، البيان لهذا القرآن وهو السنة. وكان هذا هو طريقهم. فكتاب الله جل جلاله، القرآن العظيم، الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد الحرام وجيرة هذا البيت العتيق أن يكون مهبطاً لهذا الكتاب الخاتم. فاجتمع أمور ثلاثة وصفت بالهدى، أولها وأساسها هذا الكتاب، فهو هدى، ومن نزل عليه هذا الكتاب فبه صار هاديا. قال الله عز وجل في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وصار بهذا الوصف لما نزل عليه القرآن، لأن الله عز وجل قال مخبرا عن حال ما قبل نزول القرآن وما بعد نزول القرآن، قال: ووجدك ضالا فهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي والقرآن يهدي. وثالث هذه الأصول الثلاثة المتعلقة بالهدى هذا البيت العتيق، كذلك جعله الله هدى، فهو أول معهد لعبادة الله عز وجل وحده هذا البيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا البيت المبارك وهذا البيت الهدى، والبيت هدى بما فيه من الآيات كما قلت التي أخبر الله عنها وهي محل هداية للإنسان، والبيت هدى بما ربط به من العبادات التي بأدائها يكون الإنسان مهتديا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.